حضرة بتبدأ بطفلة اسمها وين بتلعب في الحقل وبتجمع شوية جراد للدراسة. بيجي لها شخص غريب اسمه ليوناردو بيقول لها أنا عايز نبقى أصحاب، اخص عليك يا بيدوفيليا. وعشان يهديها بيقعد يصطاد معها الجراد، وبعدها بيلعبوا لعبة إن هو يشد ورقة من وردة وهي تسأله عن شيء، وهي برضو نفس الحوار. وبيعرف يا عيني إن البنت ما عندهاش أب وأم، لا دي عندها أب وأب. ما علينا يعني، نسيبنا من القرف ده. المهم تسأله عن نفسه فبيقول لها أنا آسف يا بنتي على اللي هعمله النهاردة، بس مهمتي وعملي أهم عمل في العالم. بعدها بيجوا زملاء ليوناردو في الشغل وماسكين أسلحة غريبة وشكلهم مش مطمئن خالص يعني. وين بعد كده بتخاف من النوم وبتروح تخش بيتها، فليوناردو بيقول لها قولي لأبوكي والعجلة بتاعته يفتحوا لنا الباب، يا إما هنخش البيت بطريقتنا إحنا. وين ساعتها بتحاول تحذر أبوها وأبوها ولكنهم مش بيصدقوها لحد لما الباب بيخبط، وليوناردو ساعتها بيقول لهم إحنا عايزين نتكلم بس والله، لكنهم أبو الصحاب مش بيفتحوا لأن ليوناردو ده أساسا ضخم فشخ يعني لحسن يخش يغتصبه ولا حاجة. صحيح ده العجل أصلا هيفرحوا بالموضوع ده. المهم واحد منهم واللي اسمه أندرو بيقول إن هو معاه مسدس ولكنه في العربية بره أصلا. المهم ليوناردو بعد كده والفريق بتاعه بيخشوا البيت بطريقتهم وبيحاولوا يفهموهم إن هم مش جايين يأذوهم، ولكن الأب التاني واللي اسمه إيريك بينزل ساعتها ضرب في واحد منهم واللي اسمه ريموند، طلع ميتين أمه يا ريموند. ولكن إيريك ساعتها والحمد لله بياخد بونك على دماغ أمه وجابت له ارتجاج في المخ، أحسن يا عجلة. في واحدة منهم ممرضة بتقول لأندرو أنا أعرف أعالجه بس اهدى كده على أعضائك يا عم الحاج. بيربطوهم وبنتعرف على الفريق واحد واحد من اللي أولهم صابرينا اللي تشتغل ممرضة بقالها 5 سنين، وليوناردو مدرس الصف الثاني وبيشتغل بعد المدرسة ويطر أساسا. ريموند إيه ده ثانية واحدة، إيه اللي جابك هنا رون؟ أنت هاري؟ هو هاري بوتر ما بقاش يأكل عيش ولا إيه؟ صحيح بقى بالصحة ما تنساش إيه تبقى تشوف سلسلة هاري بوتر على القهوة حدوتة يعني، وأنا بقالي مدة كده مش بروح القهوة يعني، بس ما تقلقش يا اسطى نازل قريب بفيديو على القهوة ما تقلقش يعني. المهم أبو الصحاب نروح بقى أعمل سبسكرايب ونبقى نشد حجرين مع بعض هناك. ريموند أبو الصحاب بيكون شغال في شركة غاز بتحرص على عدم تسرب الغاز أو انفجار البيوت، أديان طباخة في مطعم مكسيكي وتقريبا بيقدم كباب. بيبان بعد كده انهم كلهم مرضى نفسيين ومش مظبوطين خالص. الفريق ساعتها بيقول لهم ان هم هنا عشان يمنعوا نهايه العالم، ولكننا محتاجين مساعدتكم عشان نمنع نهايه العالم. طبعا محتاجينكم تختاروا شخص ما بينكم، وبعد ما تختاروا الشخص ده تقتلوه، ولو ما عملتوش التضحيه انتم الثلاثه هتعيشوا ولكن العالم كله هيتدمر. في البدايه البحار والمحيطات هتعمل موجه كبيره تطلع عن مدن وهتلتهم كل من في طريقها، من ثم ينتشر طاعون فتاك مش هيخلي الناس تعرف حتى انها تتنفس. السماء هتسقط مثل الزجاج وسواحل الظلام دي على البشرية. انا شفت الرؤية دي واحنا الاربعة شفناها لحد لما اتقابلنا، ولو ما ضحيتوش هيحصل كل انا لسه قايله ده. الابوين بينفضوا طبعا يضحوا بشخص منهم، فريموند ساعتها بيحط قناع على وشه وبيبدا ان هو يترعش كده وقال تم الحكم على جزء من البشريه. ليوناردو بيمسك سلاحه وبيقتل ريموند. بيفتح بقى التلفزيون قدام الابوين وبنشوف الاخبار ان حصل زلزال مدمر في المحيط سبب تسونامي عملاقه ضربت جزيره واي في مشهد مرعب وقتلت ناس كتير جدا. الابوين قدامهم لحد بكره، اما يختاروا يضحوا بشخص وينقذوا العالم يا اما جزء تاني من البشريه هيتحكم عليه بالموت. ولكن الابوين الاثنين العجل بردك مقتنعين ان كل ده مزيف لان الزلزال حصل من 4 ساعات قبل ما المجانين دول اصلا يوصلوا، يعني ما كناش احنا لسه الحوار ده حصل اصلا. وان ابو الصحاب بتهرب من القبو وبتجري في الغابه، ولكن ليوناردو بيرجعها تاني لان ما ينفعش حد يخرج. اندرو بيقول ان هو اتعرف على ريموند لان هو كان في شخص بيهجم عليه في البار كل فتره، والشخص ده يبقى مين ابو الصحاب؟ تخيل كده هو ريموند يعني. ليوناردو بعد كده بيقول له بس يا عجله ابن الوحشه كده الشمس قربت تشرق، فكر في القرار بتاعك كويس وهبقى اجي لك قريب الصبح بقى. ادريان بعد كده بتعمل فطار لوين والابوين بما انها طباخه يعني، وين بعد كده بتغفلها وبتاخد سكينه المطبخ وبتديها لإيريك. ليوناردو ساعتها اسالهم عن قرارهم، واديان بتترجاهم يضحوا بنفسهم عشان لو ما ضحوش هي اللي عليها الدور تموت اصلا، وانها عندها ابن اسمه تشارلي شافته بيموت مرارا وتكرارا وهو بيتحرق قدام عينيها من خلال الرؤى اللي بتشوفها، ولكنهم برضو بيرفضوا يضحوا بنفسهم. فاديان بتلبس القناع وبتقول نفس جمله ريموند تم الحكم على جزء من البشريه وبيقتلوها. بيفتحوا بعد كده التلفزيون وبنشوف ان ظهر فيروس جديد اسمه 9X بيقتل الاطفال وبينتشر بسرعه رهيبه جدا. إيريك بيبدا ان هو يصدق ان فعلا نهايه العالم بتحصل، ولكن العجله بتاعته بتقنعه بالعكس لان هو كان بيقرا عن 9X ده اصلا من شهور يعني هو مش جديد ولا حاجه. فوين ساعتها بتبدا تصوت عشان عايزه انها تلفت انتباههم بعيدا عن إيريك عبال ما يفك نفسه ولا حاجه. إيريك بيفك نفسه وبيفك اندرو وبيحاولوا ان هم يهربوا، وصابرين بتلحق اندرو بتقوم جايه جسر رجله، احسن عجله. ولكن للاسف بيوصل للمسدس اللي في العربيه وبيهددها بيه، فبتجي ساعتها وبيخش ينقذ العجله الثانيه من ليونارد. صابرين بتخش البيت جري فاندرو بيضرب عليها النار وبيقتلها. ليونارد ساعتها بيقول تم الحكم على جزء من البشريه. اندرو بيهدده بالمسدس وبيحبسه في الحمام فبيعمل صوت
الدوشة وبيسكت، فأندو ساعتها بيفتح باب الحمام لقى ليوناردو نط عليه وأخذ منه المسدس وبيطلب منه افتح التلفزيون حالا يا ابن العاهرة أنت. بنشوف بعد كده بالصحاب إن الطيارات بتقع على الناس وبتقتلهم، نفس الرؤية بتاعت السماء هتقع زي الإزاز. ليوناردو بياخدهم بره البيت وبيمسك سكينة وبيقول لهم إن قدامهم دقايق يا إما يمنعوا اللي هيحصل يا إما بالصحاب هتبقى توتة توتة خس الحدوتة. لا هي لسه يعني لسه ما خلصتش، بس أنا هو قال لهم يعني ما علينا. وبينتحر بعد كده وبيشوفوا بعينيهم الطيارات وهي بتقع وإن في أعاصير ودنيا مش مبشرة بخير خالص. إيريك بيطلب من أندرو إن هو يقتله عشان ينقذوا العالم، وبيقول له إن الفريق ده بيفكرنا بجميع الجوانب الإنسانية. ريموند كان بيمثل الحقد، أدريان بتمثل الرعاية، صابرين بتمثل الشفاء، ليونارد بيمثل الإرشاد. وبعد المشهد أبو الصحاب كده بيجيب المغص ما بين عجلتين ولاد يعني أندرو بيقتله وأخيرا الحمد لله بنخلص منه. أندرو بعد كده بيروح لوين ويحضننا وهو بيعيط، وبنشوف في التلفزيون إن العذاب وقف والدنيا بقت بخير وكله تحت السيطرة. وأندرو بعد كده بياخد وين في عربيته وبيمشي. انا مش فاهم في ايه، الفيلم عجيب فشخ اقسم بالله. اللي هو انا في ايه يا رجاله، مين بيعمل ايه وازاي جاء امتى وايه مين العجل ده ايه يا شباب. المهم ان توتا توتا خلص الحدوته خلاص. يعني الفيلم فكرته حلوه وكل حاجه، بس مش عارف ليه كتف ام القرف في الفيلم ده. يعني ما عرفتوش تجيبوا اب وام، لازم يعني الواحد يهرب من نتفليكس يلاقي اتش بي او ويلاقي ذا لاست اوف اس. يعني هي اتش بي او برضه ما هي من ايام جيم اوف ثرونز وهي زي الزفت يعني. المهم يسيب ابو الصحاب اتش بي او ويلاقي ديزني، يسيبها يلاقي الفيلم ده بقى. انا اروح اعمل يا عم ذا بويز يا عم على قهوه حدوته ارحم بقى، احسن من القرف اللي انا فيه ده. ايه بتقول ايه؟ في جواز برضك؟ برضه؟ طب سلام سلام سلام. وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير، تعمل لي فولو على انستجرام، وما تنساش تعمل فولو كريم اسامه عشان هو اللي منتج وكاتب الفيديو ده، وما تنساش ابو الصحاب تعمل سبسكرايب لبقيه القنوات اللي هتلاقيها تحت في الديسكربشن. وبس كده اعمل حاجه، ولنا لقاء اخر في قهوه حدوته، والسلام عليكم.